السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في، صباح الخير عليكم مجددا، عودة مجددة، تحية مجددة لجميع المتابعين المشاهدين الأوفياء لقناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر. صبيحة هذا اليوم الخميس اللي كنحييكم من خلال هذا البث المباشر، صبيحة هذا اليوم الخميس أجواء معتدلة ومشمسة صبيحة هذا اليوم. كنتمنى لكم متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر، كنتمنى لكم رمضان كريم يدخل عليكم الصحة والسلامة إن شاء الله وبجميع المتمنيات يا رب. من خلال هذا البث المباشر هذه الأجواء متابعينا مشاهدينا الأوفياء من القلب ديال المدينة ديال سطات العاصمة ديال الشاوية، كننقل لكم هذا الأجواء من القلب ديال العاصمة ديال الشاوية على أمل أننا نعرف كيف داير الأجواء عندكم بالمدن ديالكم، واش كاين شي صاد، كاين شي حرارة، خصوصا في هاد الأيام العشر الأواخر، العشر الأخيرة من رمضان، وما نقولوش الأخيرة يعني أنها تكون الأولى وفد شهر المبارك اللي هو شهر الخيرات، شهر الفضيلة، شهر المكارم. هذه هي الأجواء متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في من خلال البث المباشر، كننقل لكم الأجواء على أمل أننا نعرفوا الأجواء كيف دايرة عندكم بالمدن ديالكم. أجواء مشمسة ومعتدلة صبيحة هذا اليوم. كنشكركم مجددا متابعينا مشاهدينا الأوفياء وكنقول لكم رمضان كريم، عواشر مباركة، تدخل عليكم الصحة والسلامة إن شاء الله وبجميع المتمنيات يا رب، بجميع المتمنيات يا رب. حظ موفق وحظ سعيد لجميع الوليدات اللي انهم كيتوجهوا للمؤسسات التعليميه، اللي كيتوجهوا للمؤسسات التعليميه اللي كنقولوا لهم حظ موفق وسعيد لجميع طلبه طالبات اللي كيلتحقوا بهاد المؤسسات التعليميه. كنشكركم مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر من القلب ديال المدينه ديال سطات العاصمه ديال الشاويه، سطات بلادي، سطات الولافه. كنحييكم متابعينا مشاهدينا الاوفياء وكنقول لكم رمضان كريم، ادخل عليكم الصحه والسلامه ان شاء الله وجميع المتمنيات. هكذا تبدو شوارع عاصمة الشاوية، سطات بلادي، سطات الولافة، اللي من خلالها أننا كنحييكم وكنقول لكم هاد تحية صبيحة هاد اليوم الخميس. ان شاء الله كنشكركم على التواصل والتفاعل، مرحبا مرحبا بالجميع، مرحبا بجميع المتابعين المشاهدين الاوفياء القناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر من القلب ديال المدينه ديال سطات العاصمه ديال الشاويه. هذه هي الاجواء متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر ل كنشكركم على التواصل وكنشكركم على التفاعل متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في
من خلال هذا البث المباشر. مرحبا الأخت فتيحة، كنشكركم على التواصل وكنشكركم على التفاعل مجددا متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تيفي من خلال هذا البث المباشر، وكنقول لكم مجددا صباحكم مبروك، بداية يوم موفق لجميع المتابعين المشاهدين الأوفياء القناة شوف تيفي. هذه هي الأجواء متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تيفي، كنشكركم على التواصل وكنشكركم على التفاعل من خلال هذا البث المباشر من القلب ديال المدينة ديال سطات. كنحييكم مجددا على التواصل والتفاعل من خلال هذا البث المباشر، وكنقول لكم صباحكم مبروك. بداية يوم موفق لجميع المتابعين المشاهدين الأوفياء القناة شوف تيفي. كان جولة صبيحة هذا اليوم هذه الأجواء متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تيفي من خلال هذا البث المباشر، كنقول لكم مجددا صباحكم مبروك، بداية يوم موفق لجميع المتابعين المشاهدين الأوفياء القناة شوف تيفي من خلال هذا البث المباشر، وإلى اللقاء في بث مباشر آخر، تحياتنا للجميع.